بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا قَدْ نَعْلَمُ
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد